يلي لازم تعرفه عني انه بابا سيء لدرجة كتير كبيرة، هو أسوأ وأظلم شخص ممكن تشوفه بحياتك كلها. امتى التقيتوا آخر مرة؟ آخر مرة حكينا فيها على التليفون لما كنت بجورجيا. بترجاكي تقنعي أبوكي بلا ما نروح على اليابان، بترجاكي. ما بقدر لميس، كل الأمور صارت جاهزة هلا. لك ليش ما عم تفهميني؟ أنا لازم أروح على اسطنبول ضروري. ما بقي لي هنيك غير قبر أمي، لازم أروح ولاقي مكانه لحتى أودع الوداع الأخير، ليش ما عم تقدري ظروفي؟ ألو لميس، غيري مكانك فورا. قلت لك لا بقى تتصل فيي ابدا، عم تفهم؟ رجاء امشي، ما بقى رح احكي. المهم تغادري مكانك وباسرع وقت. نفس يلي عم قوله، رجاء يلا قومي بسرعه. مين؟ يلا قومي قومي لانه وسخه وصل لعنا. كتير حلو، بكره المسا ممكن ننهي لك القصه. انت لا تاكل هم ابدا بوجود الشباب تبعنا. رحتوا على هداك المطعم بالصدفه؟ يومي تأماني اخذتني عليه. شو كان لك شغل بجورجيا؟ اهل رفيقتي كان صار لهم كم يوم واصلين لهونيك، وانا كان في عندي عطله فرحنا لنشوفه، يعني هيك بتوقع. كيف؟ يا سيدي بابا هو حب انه نروح لهونيك، وهو اللي خطط. اتاري ابوها لاماني مجيد بيك واللي هو الشريكه لبابا ومعلمه سابقا كانوا عم يخدعوني وبعتوني لهونيك. حتى اماني ما كان عنده خبر بالموضوع، وهالشي عرفته بعدين. تليفونك. اليوم رح روح على حفل الافتتاح بعد ما اخلص شغل دغري، لا تقلقي علي. ماشي. الو صباح الخير. ايه بس لحظة وحدة. شبكي؟ نسيت موبايلي. اوعي تتأخري. ما رح أتأخر لأنه أصلا مو جاي على بالي روح بيوم. يلا بشوفك. مع السلامة. ألو لا تأخذني أخرتك، بس نطرت جميلة لتروح. بالعكس أنت ما تواخذيني. لأنه لهلأ ما اتصلت. مو مشكلة، بنعرف إنك مشغول بهالكم يوم ومعذور، وشايفين إنه مخك بمكان تاني. استلمت رسائلك متأخر لأنه موبايلي كان مسكر. مو مشكلة عادي، بس اليوم فينا نحكي؟ طبعا تفضلي. ما فينا على الهاتف، لازم نلتقي وش لوش، ويا ريت يكون اليوم. الموضوع بيتعلق بجميلة. ليش خير؟ شوفي كوثر خانو، جميلة منيحة؟ مو كتير والله، بقصد من الناحية العاطفية عقلها مشوش وأعصابها تعبانة ومو مرتاحة بنوم. المهم هلا لما بشوفك بنحكي بكل التفاصيل، بس رجاء لا تخجلني مهند، خلينا نلتقي ضروري.
ماشي، وين بدك نلتقى؟ طيب اتفقنا، جاي فورا لعندك. هلا مستحيل، لانه اول شيء لازم روح افتح المحل. بعد شي نص ساعه بقدر شوفك؟ معناتها بعد نص ساعه بنلتقي كوثر خانو. لحظه مهند، لا تسكر، بدي اطلب منك طلب، انك ما تجيب سيره لجميله الا بعد ما نشوف بعض. رجاء مهند، اول شيء خلينا نقعد ونحكي، وبعدين اذا حبيت انت بترجع بتخبره بالموضوع. ماشي مثل ما بدك، بشوفك بعد شوي. جميلة، صار معها شي مهند؟ جبت لك الدواء. لسه ما خلص الدواية، بكفيني شي يومين. حتى ولو خليه عندك احتياط ما بيأثر، لأنه يمكن غيب شي يومين. لوين مهند؟ بترجاك اللي إذا فرحت رجع. كم مرة قلت لك لبقى تجيبي اسمه على لسانك؟ ولو رجع لا تخافي، الشرطة برا، قفل الباب ولا توقفي جنب الشباك أبدا، فهمتي؟ مو جوعان؟ لا. أبوك صار عنده سلاح. ماني متأكدة. شو؟ جاب معه العمال ومدري شو اشتغلوا بغرفة النوم، وكمان صاروا يحفروا بالخزانة والحيطان، وحبيت أعرف شو فيه فشفتهم بالسر. حطوا صندوق بالخزانة. انت برأيك ليش حطوا الصندوق يا ترى؟ شو بده يخبي فيه؟ لا ما بظن بيجي بسلاح. بعدين كنت عم تتجسسي عليه هون؟ لا والله، بس انا توقعت هالشي لانه هو قال لي ما رح اترك مهند لحاله، وبدي انتقم من هداك الزلمة بإيدي، يعني هيك شغلات. بس كان معصب كتير، وانا بعتقد انه هو فعلا جاي بسلاح. وينك ولا؟ ها؟ وين تليفونك؟ بس فهمني ليش ما عم ترد على تليفونك؟ الشوفير وقتها كان عم يوزع شافك انك اجيت، لا بتمر على المحل ولا بتخبر شو اللي صار معك، انت اي نوع من البشر؟ لك انت ما بتحس بالمسؤولية؟ بابا انت جبت سلاح؟ لك بس فهمني وين رحت؟ وبطلت تعرف ترجع، قل لي، فهمني وين كنت؟ سألتك رد علي، عندك سلاح ولا لا؟ لا. لشو هالسؤال؟ ليش هيك؟ ليش هيك؟ بابا ليش ما بدكم تتركوني لحالي؟ ليش ما بدكم تحلوا عني؟ ليش تتدخلوا بحياتي؟ رح تخربط كل شيء يا بابا. لا تقعد تصرخ، قلت لك ما عندي لا سلاح ولا غيره. ليك انت لا تتدخل بشغلي، لا تتدخل ابدا، لانه بتندم. ما رح اتركك تدمر حياتك، فهمت؟ شوف، علي مات على ايدي هدول، مات بس لانه صد بصدره الطلقه اللي كانت جايه على راسي انا، حسيت بنفسه الاخير. علي مات على ايدي وهو عم يضحك ويبتسم، مهند بصدرته الاخيره اللي طلعها فيي ما عم بتروح من راسي بنوب. الانتقام من هذا الوسخ دين برقبتي انا وحدي، وإذا حاولت تمنعني أعمل هالشي، أو إذا وقفت بوشي، إذا عملت أي شي بحجة إنك بدك تحميني، أو إذا فكرت شي يوم ما تسمح لي انتقم من هالسافل هاد يا بابا، رح آخذ السلاح وفضيه بقلبي. لك شو عم تقول أنت؟ أقسم بالله العظيم. لا تكفي، عم بقول لك باخذ سلاح وفضيه بقلبي، وبتعرف لما بحكي بنفذ كلامي لو شو ما كان الثمن، فهمت ولا لا؟ مهند بتمنى انك تفهمني وما بقى توقف بوشي.